القصيدة اللامية لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكن ما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله، والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطال. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهال. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمات، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عقيل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقال. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.